السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي كريستال بالاس أمام نادي تشيلسي اليوم بإذن الله تعالى السبت 1/10/2022، مباراة في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. متابعين الكرام، المباراة بإذن الله تعالى ميعادها اليوم الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة ميعادها الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة ميعادها الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، وميعادها الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 2 ظهرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. كان نقل المباراة متابعين الكرام قناة بين سبورتس اتش دي 2 بريميوم الثانية بريميوم والمعلق المتألق روف خليف. ملعب المباراة ملعب سيل هيرست بارك، الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.